تمام. قول لي بقى يا فنان، انت ازاي بتصنف اعمالك؟ يعني هل انت يعني بيبقى همك الضيوف او النجوم اللي هيبقوا مشتركين معاك في العمل، ولا انت مش بيبقى فارق معاك مين المشترك في العمل ده، بس فارق الاداء اللي انت هتاديه او الدور اللي انت معروض عليك؟ يعني بتختاره على اي اساس عمل؟ انا لما بيجي السكريبت وبيقولوا لي دور كذا والفيلم ده اخراج فلان وبطولة فلان وبتاع مش عارف ايه، ورا الدور عجبني باجي عامله. تمام. وبتبدع بقى فيه. اه. بتقعد بقى تاخد وتدي كده مع نفسك، بتقراه بتنفذه زي ما هو، ولا انت ليه؟ خلاص. تمام.